هي خلطة سحرية، نصنع لها خلطة أخرى من تحليلات المحللين ومراقبات المراقبين لتنتج حالة ليس لها إلا اسم واحد. يرى كثيرون أن الحروب قد تغيرت وأن أساليب خوضها قد تغيرت أيضا، فالوحش النووي والذري بات أكثر شراسة، وخصوصا عند الأطراف المرشحة للمنازلة المباشرة. الحرب الحالية ساحتها ضيقة جدا والأطراف المتنازلة كثيرة، ولكن نتائجها ستغير أكبر المساحات على الأرض، لا يختلف في ذلك باحثان. بمقاييس الحروب العالمية التي تستمر وسطيا 4 سنوات، فإن السنة الأولى والثانية عادة ما تحددان الخاسر والرابح. وسائل إعلام معينة تؤكد يوميا بأن المعارضة المسلحة تتقدم بخطى واثقة نحو معركة الحسم في دمشق العاصمة، فعمليات السيطرة على مواقع حساسة للدولة السورية تزداد يوما بعد يوم، وعجز الجيش السوري عن إيقاف زحف المعارضة المسلحة يقوده إلى اتباع سياسة الأرض المحروقة والقصف العشوائي. فيما يرى آخرون أن مقدار ما حققه الحلفاء الغربيون على الأرض السورية خلال نحو 2 عامين محدود بالمقاييس الواقعية، فهناك مواقع على الحدود يحاول الغرب التوغل من خلالها، وهناك نقاط أخرى معزولة على أطراف البلاد وأطراف مدنها، يرى باحثون أن سقوطها يشبه سقوط بولندا وفرنسا والمجر وغيرها بيد النازيين في الحرب العالمية الثانية، والتي لم يغير سقوطها في مصير الحرب شيئا، لأن لندن وموسكو بقيتا عصيتين على السقوط في ذلك الوقت. دخل في تفاصيل الحرب جيش دولة واحد، انتشر في الإعلام وهو أحد أدوات الحرب أنه جيش عشوائي بضرباته بتحركاته باستراتيجياته، ثم يتبين أن معاركه تحدد مواعيد السفر لأعتى زعماء العالم، ما يجعل من الضروري إذن الدخول في تفاصيل تحركات هذا الجيش الذي ترسم معاركه معالم حالة تحمل اسما واحدا، الحرب الثالثة. أهلا بكم. كثيرة هي البرامج التي تتحدث عن هذه الحرب سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا، إلا أننا نريد في هذا البرنامج أن ندخل في تفاصيل العمليات العسكرية. ليس هدفنا أن نواكب المعارك يوما بيوم والأحدث فالأحدث، بل الرجوع إلى تفاصيل المعارك التي أسست للنتائج الظاهرة على الأرض لصالح هذا الطرف أو ذاك. لذلك يسعدنا في أولى حلقات برنامج الحرب الثالثة أن نستضيف سيادة العميد علي مقصود، الباحث الاستراتيجي والعسكري. أهلا وسهلا بكم سيادة العميد. يعني معارك القصير في بداية أو في منتصف شهر أيار والأسبوع الأول من شهر حزيران كانت حديث العالم. قد يخطر للمتابع أن معارك القصير هي ستكون محور حديثنا الأول في أولى حلقاتنا اليوم، ولكن في العلم العسكري وفي المعارك العسكرية دائما إشارة البدء بأي معركة
يسبقها الاطمئنان إلى مجموعة معارك أخرى وخطوات أخرى. حبذا لو نعدد مجموع المعارك التي أسست لمعركة القصير التي جرت مؤخرا. بداية أود القول أن الاستراتيجية التي نفذتها القيادة العسكرية في سوريا وعلى مدار العامين 2011 و2012 كانت استراتيجية دفاعية بطابعها العام، يتخللها بعض الأعمال القتالية الهجومية. وبالتالي عندما اتخذت القيادة قرار الانتقال إلى تبني الاستراتيجية الهجومية بطابعها العام، لابد من اتخاذ إجراءات سريعة وفورية لكي نطمئن على أن المناخ ملائم للانتقال إلى هذه الاستراتيجية الهجومية. وبالتالي كان لابد من الاطمئنان أولا إلى المعارك الدفاعية التي تتفوق على المعارك الهجومية بالنسبة للجيش العربي السوري، وبالتالي كان لابد أيضا من الاطمئنان إلى أهم إجراء وتدبير، وهو معركة تقطيع الأوردة والشرايين وقطع كافة خطوط الإمداد والمناورة للمجموعات المسلحة. أيضا تم تقطيع خطوط الإمداد والتواصل بين ريف دمشق وريف حمص والقصير تحديدا، وكان لابد من الاطمئنان إلى الطريق الساحلي. وبالنسبة إلى القصير، كان قبل الخوض بعملية هجومية كان لابد من تنفيذ معركة ريف دمشق التي تقع غرب العاصي ومعركة القرى شرق العاصي. فهمت منكم سيادة العميد أن هذه القرى التي تم السيطرة عليها بنيت بشكل أو بآخر على معركة سميت في بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بتاريخ 7 نيسان 2013 بمعركة إحكام الطوق العسكري حول الغوطة الشرقية وما لها من أبعاد استراتيجية وعسكرية. حبذا لو ننتقل الآن ندخل في تفاصيل هذه المعركة، لتكون هي أولى المعارك التي سندخل في تفاصيلها بوجودكم. تفضل سيادة العميد. نجدد التحية. مشاهدينا الكرام، تحدثنا في المقدمة وعددنا مجموعة المعارك التي تم الاطمئنان إليها قبل البدء بعملية القصير التي شغلت العالم والإعلام في منتصف النصف الثاني من أيار 2013 والأسبوع الأول من حزيران. الآن سوف ننتقل لسؤال سيادة العميد. في 7 من نيسان 2013 أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بيانا تعلن فيه عن إحكام الطوق العسكري حول الغوطة الشرقية. بعد ذلك بنحو شهرين كان هناك بيان آخر للقيادة العامة تتحدث فيه عن إنهاء معركة القصير بالسيطرة عليها بشكل كامل. هناك شهران بين البيانين، ما الرابط بين العمليتين وكيف أسست معركة إحكام الطوق حول الغوطة الشرقية لمعركة القصير؟ في الحقيقة إنما يربط بين هذين البيانين الذي بدأ في 7 نيسان بإحكام الطوق حول الغوطة الشرقية لمدينة دمشق، والخامس من حزيران حول إنهاء العملية الهجومية وحسم المعركة في مدينة القصير، هو أن هذه المعركة التي بدأت بإحكام الطوق حول الغوطة الشرقية كانت قد قطعت الشرايين وخطوط الإمداد مع مدينة القصير، وبالتالي أيضا قطعت الخطوط التواصل مع الريف الغربي، حيث أن مؤشرات العملية الاستراتيجية الهجومية قد بدأت من الريف الغربي في دمشق انطلاقا من دارية. إذا لو سمحتم يعني نريد الآن أن نضع المتابع في صورة جغرافية معينة لطريق المطار، ونبدأ من بدايته هنا في وسط العاصمة دمشق دوار البيطرة ونتابع السير. يعني من يعرف جغرافيا هذا المكان يعرف تماما ماذا نقول، ومن لا يعرف يتضح لديه الآن الجسر الأول، وهو أولى الجسور على طريق مطار دمشق الدولي، قريبا جدا من المتحلق الجنوبي. هنا قريبا من هذه المنطقة
منطقة القزاز التي حدث فيها تقريبا أولى التفجيرات التي حدثت في هذا المكان، وكان تفجير ضخم جدا. والآن حبذا لو نتابع فيديو يظهر لدينا لحظة تفجير القزاز بتاريخ 10/5/2012. يلا الآن سيادة العميد، نتابع الشرح على الخريطة لإعطاء صورة معينة للجغرافيا. نعود مرة أخرى من القزاز إلى المتحلق الجنوبي الذي يقودنا بطبيعة الحال إلى طريق المطار. نحن إذا كان أحدنا يقود السيارة ويتجه باتجاه مطار دمشق الدولي، فأول ما يصادفه بعد يعني مئات الأمتار تقريبا هو مفرق بيت سحم، وبعده مباشرة قرية بيت سحم. ما أهمية قرية بيت سحم بالنسبة لهذه المعركة، معركة إحكام الطوق العسكري حول الغوطة الشرقية، باعتباره قريبا جدا من المتحلق الجنوبي يقع في بداية طريق الخط الدولي لمطار دمشق؟ في الحقيقة تكمن أهمية بيت سحم بأنها تشكل همزة الوصل ما بين الغوطة الشرقية وما بين الغوطة الغربية أو الريف الغربي، حيث تتصل مع ببيلة ومع مخيم اليرموك ومع سبيني ومع الحجر الأسود وصولا إلى دارية، وأيضا تتصل مع على الجهة الشرقية تصل إلى مطار دمشق الدولي، وبالتالي تطل على الطريق السريع لمطار دمشق الدولي. وبالتالي هنا تكمن أهميتها بأن المسلحين كانوا بالإضافة إلى وجودهم على الطرف الجنوبي لهذا الطريق أيضا موجودين بالقرب من المتحلق الجنوبي، وبالتالي كانت تنفذ عمليات رصد واستطلاع لبعض الأهداف العسكرية التي تتحرك على المتحلق الجنوبي، وأيضا يتم استهداف بعض العربات والسيارات على طريق مطار دمشق. هل تسمح لنا سيادة العميد أن نتابع مقطع فيديو الآن يظهر لنا تواجد مسلحي المعارضة في بيت سحم؟ نعم. قبيل بدأ عملية إحكام الطوق العسكري حول الغوطة الشرقية، نتابع ثم نعود. يا حرام نجيك وقال تعالى محمد رسول الله شباب. نعم سيادة العميد، ما رأيك؟ إذن فعلا تشكل منطقة بيت سحم عبارة عن همزة الوصل ونقطة التوزيع للمسلحين بناء على المهمة المسندة إلى المجموعات المسلحة. فعندما يكون الهدف هو مطار دمشق الدولي وشل هذا الشريان الحيوي الطريق السريع لمطار دمشق الدولي، فكان يتم تصدير المسلحين من بيت سحم إلى عقربة إلى أحيانا إلى حران العواميد أو إلى بقية المناطق. وعندما تكون هناك مهام في الريف الغربي لا سيما في معركة دارية أو المعظمية، كانت بيت سحم أيضا يخرج منها مجموعات من المسلحين ويتحركون باتجاه ببيلة، مخيم اليرموك والسبيني والحجر الأسود وصولا إلى نستطيع أن نعتبر أن موقع الجغرافي كان يصلح لتسميتها بنقطة انطلاق للمسلحين، نقطة انطلاق ونقطة تمفصل تماما بين الريف الغربي والريف الشرقي الغوطة الشرقية. طيب. وبالتالي أيضا تشكل النقطة الأولى التي تشكل
النطاق الداخلي لمدينة دمشق. الآن أريد أن أستعرض فيديو آخر وأنوه قبل الاستعراض أننا هنا نعتمد في هذه الفيديوهات مصادرنا هي كاميرات المعارضة المسلحة، كيف هم رصدوا وصوروا ما جرى إن كان من طرفهم أو رصدهم لعمليات الجيش السوري، وفي ذلك تكون حجة معينة يمكن الاستناد إليها. نتابع الآن فيديو يظهر دبابات الجيش السوري على مداخل بيت سحم في بداية عملية إحكام الطوق وتحديدا بتاريخ 8/1/2013. نتابع ثم نعود. ريف دمشق بلدية بيت سحم، طريق مطار دمشق الدولي. ريف دمشق بلدية بيت سحم، الله أكبر. إذن تابعنا هذه الدبابات، هي تتحرك كانت قبيل بدء العملية العسكرية، عملية إحكام الطوق حول الغوطة الشرقية. الآن أريد أن أتحرك من بيت سحم إلى نقطة أخرى على طريق مطار دمشق الدولي. أول ما يصادفنا بعد بيت سحم هو هنا الجسر الثاني، ثم بعده مباشرة طبعا الجسر الثالث وفق التراتبية، هم سبعة جسور. وبعدها بقليل باتجاه اليمين نصادف بلدة عقربة. الآن هنا عند الوصول إلى بلدة عقربة أريد أن أسأل، كيف كان الوضع العسكري والوضع الميداني، تموضع المسلحين، مقرات القيادة، نقاط تمركز القناصة في بلدة عقربة في بداية معركة إحكام الطوق حول الغوطة الشرقية؟ في الحقيقة لو عدنا إلى هذه المرحلة التي تحدثت عنها قبل معركة إحكام الطوق حول الغوطة الشرقية، كان هناك أكثر من محاولة لإغلاق طريق مطار دمشق الدولي، هذا الشريان الحيوي الذي يصل دمشق جويا مع العالم الخارجي. إذا نظرنا إلى مدخل مدينة عقربة نلاحظ بأن هناك المدرسة الدولية، كان يتوضع فيها مجموعة من القناصة وكانوا يستهدفون المارة على هذا الطريق، وهناك صور ووثائق وشهود عيان أكدوا بأن هناك الكثير من السيارات التي اصطدمت مع المتنصف الموجود على هذا الطريق نتيجة استهداف هؤلاء القناصة إلى سائقي هذه السيارة. كان هناك مجموعة كبيرة من المسلحين تتجاوز 5,000 أو 6,000 مسلح موجودين في هذه المدينة أو هذه المنطقة وفي المزارع المحيطة بها، وبالتالي نتيجة قيام هذه المجموعات المسلحة المتواجدة في هذه المدينة بعدة اعتداءات، لا سيما عندما نفذوا اعتداء على المطار العسكري والذين ادعوا بأنهم سيطروا على هذا المطار، فاضطر الجيش العربي السوري إلى أن يقوم بأول عملية على مدخل عقربة وأدى إلى مقتل 4 قناصة في هذه المدينة على المدخل وفي المدرسة الدولية. الجيش الحر يدمر مروحية ومحطة رادار للجيش النظامي في مرج السلطان بريف دمشق. الله أكبر، تم تحرير المطار، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، تم بعون الله تعالى تطهير مطار مرج السلطان العسكري واغتنام كافة الآليات والمدرعات والطائرات وكافة الذخيرة والأسلحة الثقيلة من هذا المطار. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هذا وقال ناشطون سوريون أن الجيش الحر سيطر على مطار مرج السلطان في ريف دمشق ودمر عددا من الدبابات الموجودة فيه. نستطيع أن نقول بأن معظم المجموعات المسلحة الذين تواجدوا في ريف دمشق بشكل عام لا سيما في عقربة تحديدا معظمهم من جبهة النصرة، وبالتالي عندما جرت المعركة من قبل الجيش العربي السوري بعد أن استهدفت معاقلهم
في المزارع المحيطة في مدينة عقربة أدت إلى مقتل الآلاف منهم. استهدفت برمايات مدفعية مكثفة، وأكثر ما استخدمت المدفعية من قبل الجيش العربي السوري هو في هذه المنطقة، نظرا لتواجد هذه المجموعات المسلحة في المزارع المحيطة بهذه المدينة. أيضا يعني في هذه المزارع كانت متواجدة مقرات قيادة للمسلحين، مقرات كانوا يتجمعون بمعسكرات قيادة وأنفاق وخنادق ومجموعات من المسلحين تحتمي بالأشجار وهذه المزارع. لذلك عندما أيضا اعتدوا على طريق مطار دمشق الدولي وحاولوا قطعه أكثر من مرة، تقدمت مجموعات مسلحة إلى الأشجار الموجودة على الجهة الجنوبية من هذا الطريق، وأيضا على الجهة الشمالية لطريق مطار دمشق الدولي، أي من اليمين واليسار، واستهدفوا العديد من السيارات، وفعلا أدى إلى قطع هذا الطريق لأوقات محددة. طب أنا أريد أن أسأل سؤالا هنا عن سلاح المدفعية تحديدا، وكثيرا هو الحديث حول هذا السلاح، وهو يعني تحديدا في هذه المعارك التي جرت على الأرض السورية كان يعني سلاح إشكالي. ما الذي يضمن لنا أن هذا السلاح دائما يصيب أماكن تواجد المسلحين، مقرات قيادتهم، أماكن تواجدهم، ولا يصيب بناء سكنيا؟ يعني ما الذي يضمن لنا أنه لا يصيب بالضرر من لا يستحقه؟ أولا أريد أن أشير إلى نقطة غاية في الأهمية، وهي أن البعض يوجه إشارات استفهام أو بعض اللوم بأن سلاح المدفعية سلاح تقليدي وبالتالي رماياته غير دقيقة. لمن لا يعرف هذا أمر طبيعي. نعم، لمن لا يعرف بأن الفرق بين السلاح التقليدي والأسلحة الذكية، الأسلحة الذكية تحمل رأس مؤتمت ومبرمج كمبيوتر يحمل العناصر للهدف الذي يراد استهدافه، وبالتالي يوصل هذا الصاروخ إلى هذا الهدف. طب هل هذا ما يستخدم نعم في المعارك ولكن السابقة؟ ولكن بالنسبة للمدفعية نعم صحيح أن الطلقة لا يوجد فيها رأس مبرمج على الكمبيوتر والحاسوب، ولكن حاليا عناصر الرمي التي تسجل على أجهزة الرمي لهذا المدفع يتم إعدادها بطريقة علمية ومؤتمتة ووفق الحاسوب والكمبيوتر، وبالتالي كأن هذه الطلقة التي ترميها في المدفع تذهب بنفس الدقة الذي يستخدم فيه الأسلحة الذكية. لما بيكون في مقرات قيادة متواجدة ببناء سكني، يعني ربما هنا في بناء سكني مقر قيادة وغرفة عمليات وربما أيضا تجمع لعدد معين من المسلحين، يعني رأينا مجموعة فيديوهات تابعناها خلال الإعلام أن هناك مجموعة من هذه المباني أحيانا يعني مظهرها واضح أنه بناء سكني، ربما قد يخطر في البال أنه بعد نزوح الأهالي وخروجهم من القرية تم استخدام هذا البناء مثلا لتواجد المسلحين، ولكن مثل ما بيقولوا الإنسان أولو الظاهر، يعني بناء سكني ويستخدم حياله سلاح المدفعية، فإن لم تكن القذيفة دقيقة الإصابة فهذا قد يدعو إلى تساؤلات معينة. لم يتم إحداث أي تأثير سلبي من قبل سلاح المدفعية. طب ممكن ندخل يعني في تفاصيل طريقة تحديد الإحداثية، إحداثيات هدف معين، كيف يحدد هذا بطريقة تصيب الهدف؟ بالنسبة لسلاح المدفعية نعم. هناك قيادة النيران تتم عبر التواصل بين المرصد وبين المربط، المربط الذي تتوضع فيه الأسلحة سلاح المدفعية، والمرصد الذي يتوضع فيه القادة الذين يقطعون الأهداف ويحددون هذه الأهداف عبر جهاز الحاسوب وبأجهزة دقيقة جدا، فعندما يتم قطع هذه الأهداف وتحديد إحداثياتها تحمل هذه شيء قريب مما يظهر هنا على الشاشة. نعم، تحمل هذه الأهداف بإحداثياتها الدقيقة وتعطى عبر جهاز الاتصال للقائد الذي يقود المربط، أي الأسلحة المتوضعة في مرابضها، وبالتالي يتم إدخال هذه العناصر كعناصر رمي على أجهزة الرمي جهاز التسديد الموجود على المدفع، ويتم ربطها بشكل دقيق.
وأيضا سيتم إدخال التصحيحات عبر حل نشرة جوية، وأيضا يتم حلها بأسلوب علمي وبمعطيات. هل تؤثر ظروف الطقس أفهم من هذا الحديث؟ نعم، ظروف الطقس، حرارة الهواء، حرارة الجو، الضغط الجوي، كل هذه الأمور تؤثر، وبالتالي يتم إدخال هذه التصحيحات على عناصر الرمي. لذلك نرى بأن معظم الرمايات فعلا التي استهدفت أي هدف كانت دقيقة. أكثر شيء الشوارع المفخخة والقناصين عن بعض، القناصين على مسافات بعيدة، تخريب المنازل، فتح قوات وقنص المارين أو تهجير الأهالي. نعم، هاي التفخيخ لحاله بكفي. التعامل مع المدنيين كيف؟ مدني ما شفنا حدا مدني، كلهم مهجرين الإرهابيين. نعم، كل المنطقة الإرهابيين مهجرين. المنطقة خالية من المدنيين؟ خالية من المدنيين نهائيا، وتواجد فقط مجموعة الصلاة. طيب أريد أن أدخل أيضا في تفاصيل سلاح آخر ولكن موجود عند الطرف الآخر، هو طرف المعارضة المسلحة، هو سلاح القنص. كثيرا ما أقلق كل السيارات التي كانت تستخدم طريق مطار دمشق الدولي تحديدا، يعني سلاح القنص ما أهدافه بالنسبة للطرف الآخر وهو طرف المعارضة المسلحة، وكيف كانت تستخدمه؟ أريد أن أدخل في تفاصيل هذا أكثر. في الحقيقة بالنسبة للقناصات التي استخدمها المسلحون كانت أكثر الأسلحة إيلاما وتأثيرا، نظرا لأن هذا الرامي الذي يستخدم القناصة يتوضع في أبنية غالبا ما تكون مؤسسات دينية، يستخدمون الجوامع، وأحيانا تكون مؤسسات حكومية أو بعض المنازل للمدنيين، ويتم إيجاد بعض المنافذ البسيطة وعبر عدة جدران. بعد اقتحام مقر القيادي وتفتيشه من قبل جماعة الهندسة ومجموعة الاقتحام تبين القناص موجود هون، تم قتل القناص ومصارد القناصة، علما أن قناصة على الأغلب يا إسرائيلية صنع أو أمريكية صنع. وهلا بتشوف أنت القوة اللي كانت نص فيها المواطنين وعناصر الجيش، ومع نظارة بعيدة المدى، يعني نظارة بتجيب وتقرب على مسافة حتى 800 متر. تفضلوا شوفوا القوة وشوفوا القناص. هاي الأشخاص لابسين أسود، حاطين شعار جبهة النصرة، ومعهم أسلحة غربية على الأغلب، يعني مبينة من القناصة الموجودة. حتى الفراغيات الموجودة مو موجودة، فراغيات 12 ونص، قناصات 12 ونص، حتى على مسافة 800 متر عم تجيب قنص يعني. طيب هنا لو سمحتم سيادة العميد أريد أن أدخل في تفاصيل طرق التعامل مع القناصين، ولكن قبل ذلك أريد أن نتابع سويا فيديو لمجموعة من مسلحي المعارضة كانوا يتواجدون قريبا جدا من طريق مطار دمشق الدولي في عقربة ذاتها، وتحديدا بتاريخ 3/12/2012، وكيف كانوا يطلقون النار باتجاه طريق المطار. نتابع ثم نعود. سيادة العميد، يعني تحدثتم أن سلاح القنص كان من أكثر الأسلحة إيلاما بالنسبة للجيش السوري وبالنسبة لكل من كان يمر في هذا المكان. نعم. هنا أريد أن أسأل، لماذا كان أحيانا يتأخر أو تطول مدة القضاء على قناص وهو قد يكون فردا واحدا؟ يعني كثيرا ما سمعنا والله في قناص هلك الدنيا على طريق كذا. نعم. مثلا هذا ليش كان يطول؟ لأنه كان بحاجة إلى عملية استطلاع وتحديد دقيق إلى النقطة والفتحة أو الثغرة التي يستخدمها في هذه الرمايات لكي يتم التعامل معه أيضا بقنص، بعملية قنص. طيب في بداية العام 2013 يعني عندما قيل أن الجيش السوري سيطر على عقربة، سيطر عليه بشكل كامل ونهائي؟ معركة عقربة عندما تم الادعاء بأنها محتل المطار العسكري كان ذلك وفقا لمعلومات استخباراتية غربية بأنكم يمكن عبر السيطرة على هذا المطار أن تتجهوا للهجوم إلى نحو دمشق، وبالتالي تم استخدام مجموعتين من المسلحين من المزارع التي تتوضع أو تتواجد شرق خرستا ودوما إلى عقربة، وبلغ عدد المسلحين في تلك المرحلة بعد
الصور التي عرضوها بأنهم سيطروا على المطار كان حوالي 7000. نعم. وكانت الضربة القاضية لنواة هذه المجموعات المسلحة وللحرب المعلنة أو معركة دمشق التي أطلقوها. هذا الكلام يقودنا إلى الانتقال إلى نقطة أخرى. نعود مرة أخرى إلى طريق المطار، مطار دمشق الدولي. على الجهة المقابلة سيادة العميد، تماما مقابل العقربة، هناك قرية أو بلدة شبعة. شبعة. نصل عند هذه النقطة لننهي هنا لو سمحتم هذه الحلقة أولى الحصص العسكرية في حلقات برنامج الحرب الثالثة، ونشكركم في نهاية هذه الحلقة العميد علي مقصود، الباحث والمحلل الاستراتيجي والعسكري. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم مشاهدينا، وإلى اللقاء في حصة عسكرية أخرى في ثاني حلقات هذا البرنامج. السلام عليكم.